أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نقول للعاملين في منظمة بايس بروجكت وعلى رأسهم أخونا فهيم عارف كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا صيامكم وقيامكم وأعاده الله علينا شهر رمضان الخير في كل عام ونحن نرى أنفسنا واقفين أمام أئمة القرى لتوزيع المصاحف الكريم والأطعمة على أئمة القرى فجزاهم الله أي عمال بايس منظمة بايس وجزاهم الله كل الخير وبارك الله فيهم ونفع بهم الإسلام والمسلمين ها نحن اليوم في ضمن أعمال منظمة الدعوة الإسلامية ضمن نشاطات منظمة بايس بروجكت ضمن مشروعات منظمة بايس بروجكت ها نحن اليوم سنقوم بتوزيع 500 مصاحف على الأئمة المساجد في كل مناطق مالي إن شاء الله وهذا هو الدور الأول لتوزيع هذه المصاحف على الأئمة وكذلك سنقوم بتوزيع الطعام على 100 أسرة كل أسرة يستفيدون من الأرز والتمر واللبن والمكرونة والزيت وليس لنا والله في هذا المكان إلا أن نتقدم بالشكر مرة أخرى على موظفي منظمة بايس بروجكت وعلى رأسهم أخونا فهيم عارف جزاهم الله خيرا ستوزع هذه الأطعمة على 100 أسرة وكذلك ستوزع هذه المصاحف على 500 مساجد في جميع مناطق مالك إن شاء الله هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته